لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير. لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العلي حافظ محمود الحسن اشرفی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل واصحاب سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه حاضر محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آئیے مل کر ایک کلام پیش کرتا ہوں اعلیٰ حضرت کا جو تقریباً آپ تمام ہی احباب کو یاد ہوگا حضور کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں مل کر سب سے اولا